هذا المدخل الرئيسي ديال مدينة المدن والكفاءات بمواصفات معمارية جميلة جدا تليق بشباب الجهة ورؤية جلالة الملك للجيل الجديد بذي النظرة ديال التكوين العالي. يعني هذا حلم راودنا منذ استرجاع المملكة الأرض من 75 من عند المستعمر، هذا الجيل ديال التعليم العالي، ونتوقع منه إن شاء الله يمرق جيل جديد من مستوى التعليم العالي الجيد. والرؤية الجديدة لجلالة الملك يعني 2020-2035 بالنسبة لتكوين الشباب ولوجهم سوق العمل بكفاءات عالية كبيرة، هذا النموذج في اللمسات الأخيرة، مجهود جبار، رؤية ملكية. شحال نسبة إنجاز الآن تقريبا؟ سنة وأربعة أشهر، سنة وأربعة أشهر منذ بداء الأشغال، يعني الأشغال على قدم وساق، اللهم لك الحمد. نتوقع إن شاء الله الموسم الدراسي المقبل هذا الله يكونوا في الموعد إن شاء الله بالنسبة للمتدربين. القدرة 2500 متدرب، وهذا اللي حداه هو المستشفى الجامعي، وهذا اللي حداه هي الكلية ديال الطب، وهذه المدرسة العليا للتكنولوجيا، قريبا إن شاء الله سوف تكون حداها المدرسة الوطنية للمهندسين. يعني هي مدينة علمية، مدينة إن شاء الله مدينة سموها مدينة العرفان، يعني متكاملة من حيث النظري ومن حيث العملي، متكاملة يعني في مكوناتها. ولكن تعرف هذا مشروع إعداد له، كان قلت لك هو تطبيق الرؤية الملكية، لأنه الرؤية الملكية هذا الشيء ماشي بالتدرج بتأني منذ أعطى انطلاق جلالة الملك المشروع ديال المشروع التنموي الجديد بمناسبة الزيارة الملكية دياله في المناسبة ذكرى 40 المسيرة الخضراء. واليوم هذه المشاريع ترى النور، والأساسي فيها هو استحضار الأهمية بالعنصر البشري، يعني تكوين الجيل الجديد. يعني كان أبناء المناطق الجنوبية أقرب نقطة لهم هي جامعة أكادير، أقرب نقطة هي المعاهد اللي كاينة من أكادير 600 والله مراكش والله قنيطرة والله مكناس والله. اليوم المعاهد العليا الحمد لله قد تصبح في مدينة العيون، المستشفى الجامعي، كلية الطب، المدرسة العليا للتكنولوجيا، المدرسة الوطنية للمهندسين، وهذا فضل يرجع لأول تبصر جلالة الملك، وثانيا إرادة نحن وتتبع إرادة جلالة الملك وتطبيقها على الأرض. ولا يهمنا الكلام، يهمنا إنتاج شيء، وأنت شاهد عيان أنقل للمغاربة شهادة عين على الأرض، ونحن ندبر أمورنا اليومية بشكل عادي ونمارس سلطاتنا واختصاصاتنا ومسؤولياتنا اللي صوتوا علينا السكان، نمارسوها بكل حرية وبكل تجلي. جيل سيارات من 2006 يعني 17 سنة، وهذه السيارات من 2007، وشو الحمد لله مرتب منظم محافظ عليه، وهذه الحكمة وهذا هو التدبير. محافظة والمحافظة عليه، يعني أنا كنت أتكلم على نموذج، كل من يشكك عنه كاين قدرة ديال المنتخب جهوي أو منتخب بشكل عام دائما ينظر له بالنظرة السلبية. رأيك اللي باغي يجي على الأرض ويشوف بالحجة وبالبرهان عملنا اللي منوطين به، اللي ما نقدروا نخرجوا عن إيضاء وعملنا اليومي بشكل عادي جدا. وهذا نقطة فضاء، نقطة قراءة كاينين في جهات المدينة الأربعة. أنا على مستوى الجهة يعني كنحرص على العدالة المجالية داخل كل أقاليم، ومن حرص على العدالة المجالية في توزيع المشاريع يعني في إعداد برنامج التنمية الجهوية، أولا كل إقليم أهله منتخبين المحليين، يعني المنتخبين المحليين
والاقليميين مع مؤسسه العامل مع القطاعات الحكوميه كيديروا واحد التصور اقليمي، وهما اللي كيقترحوا المشاريع ديالهم لان هما اللي عارفين الاولويات ديالها. انا اضمن الحضور ديال العداله المجاليه على تراب الجهه، ما فيها نهائيا ما فيها لبس وما فيها كلام وعليها اجماع. يبقى تتبع المشاريع على مستوى كل اقليم اقليم، على كل منتخب واش كانوا خدام ولا ما خدام، اخراج مشاريعهم الوجود او لا، هذه مسؤوليتهم، ولكن حقهم في الجهه مضمون ويعرفها الجميع، ويعرفوها الاخوه المنتخبين، ويعرفها القطاع الحكومي، ويعرفوها ممثلين الدوله اللي هم العمال ووالي الجهه. فرص العمل اليوميه اللي كتضمن العيش الكريم للناس. طبعا ملي تجي تجبر مؤسسات وخدمات عموميه اللي توفر يد عامله غير مؤهله غير مشروطه، وهذا حاجيات يطلبوها من نفوسهم، وثانيا كتساهم حتى في السلم الاجتماعي، لانه كل واحد يجبر ذاته ويجبر على اساس انه راه مطلب منين يعود فيها شروط على اساس انه مؤهل للعمل يلقى بلاصته. ولكن ما هو بشكل ممنهج ذاك اللي دائما غادي للدوله خاصها تخدم وكذا، لا، هذه خدمات عموميه تخلق بشكل غير مباشر فرص العمل قاره غير مهينه، وحتى ملي تدير اعاده تاهيل سلوك البشر كمواطن نافع. وكتقدم واحد العمل لانه الحفاظ هو يعني. لانه الحفاظ على المرفق العمومي مسؤوليه الجميع، ما هي مسؤوليه لا المنتخب ولا مسؤوليه الدوله، حتى مسؤوليه السكان، والسكان منين يشوفوك خدام لهم يكونوا فرحين قبال يساهموا معك في المحافظه على الممتلكات. هذا فيما سبق كان مرفق عمومي كانت رحبه ديال الغنم. نعم. أصبح مشروع متكامل، فيه تيران، فيه بيسين مغطاة، فيه تيران ديال الهوند وديال الباسكيت، فيه مرافق عمومية يعني دورات المياه، إصلاحة جميلة منين يقدروا يجدوها الناس، وهذه بلاصة كانت بلاصة رحيمة ديال الغنم منين تنباع الغنم، على أساس أنه منين تكون عدالة مجالية يعني تأهيل المدينة ما فيها ما نعزلوا فيها حد عن حد. نعم. ما ينعزل فيها حد عن حد. يعني كاين تدبير برؤيه شموليه من لدن المدبرين الشعب المحلي على الحرص على تاهيل المدينه مرافقها كامله بشكل في شموليتها، ليس جزءا عن جزء. ولكن كيف ما تكلمت لك قبيل، يعني المدينه مقسمه على اربع اجزاء، فيها زرها المتوالي المستشفى الجامعي، هذاك المستوى الثقافي العلمي الشمالي، فيها هذا الزر القبلي اللي هو سوسيو ايكونومي، فيها الوسطاني القديم اللي خلات اسباني هو المرفق الاداري، وفيها الوسطاني اللي هو المركب ديال ام السعد والمركب الثقافي فين كان المكتب الكبرى وفين كاين القاعات المغطاه الرياضيه اللي هي اولمبيه بشكل كبير. يعني كاين واحد التصور للمدينه. وهذو كامل كيتمتعوا بنفس المرافق العموميه. بطبيعه الحال.